وهذه آخر سيارات جيلي العلامة الصينية جيلي بيرفيس 2025. بشكل سريع نبدأ تقييمنا للسيارة ونتكلم عن تجهيزاتها بشكل كامل. السلام عليكم ورحمة الله، أسعد الله أوقاتكم بكل خير متابعينا الغاليين. تغطيتنا اليوم من صالة الإعلان وكيل سيارات جيلي بالمملكة، بالتحديد نستعرض مع بعض جيلي بيرفيس 2025، سيارة سيدان متوسط الحجم بمواصفات وتجهيزات جدا عالية. أشوفها أجمل سيارة سيدان بين منافساتها والأكثر تميز من ناحية المواصفات والسعر والاعتمادية. بشكل سريع نتكلم عن مواصفاتها وتجهيزاتها. نجي للواجهة الأمامية. طبعا للمعلومية السيارة تنزل منها فئتين، هذه تعتبر فئة الجي اف او فئة الفل كامل. الفئة الثانية راح نذكر لكم وش الاختلافات، او بإذن الله في الأيام الجاية اذا سمحت الفرصة راح نصورها لكم بشكل كامل. نجي للواجهة الأمامية. اول حاجة نلاحظها طبعا حساسات أمامية، اضاءات فل LED مثل ما نلاحظ هذه العدسات. عندنا كاميرا أمامية من اصل عدة كاميرات محيطية ناخذ منها 360 درجة اسفل شعار جيلي الجديد. عندنا تطعيمات كروم على تصميم الطولي، بالإضافة للجزء السفلي عندنا باللون الأسود اللماع، وهذه أبرز تجهيزاته. ما شاء الله تصميم السيارة تصميم جميل. غير كذا سعر السيارة منافس بين باقي المنافسات. عندنا جنط كروم، الجنط جاي باللون الأسود، إشارات بالمرايات، بالإضافة لأنه مرايات مدمجة بالنوافذ. عندنا كاميرا جانبية، تطعيمات كروم، بالإضافة لشريط من الكروم أسفل الأبواب. سقف بانوراما، عندنا إطار من الكروم حول النوافذ بشكل كامل مثل ما نلاحظ. خاصية الدخول الذكي والمتعارف عليه بالبصمة موجودة على الأبواب الأمامية مع تطعيمات كروم على المقابض. وهذه هي بالجزء الخلفي مثل ما نشوف، حساسات خلفية، بصمة جيلي بالخط العريض وكيلها بالمملكة الإعلان. تصميم الإضاءات تصميم جميل، حدث ولا حرج. هنا بيرفيس بالخط العريض وهذه السيارة بالكامل. فتحات العادم طبعا جاية بالجزء السفلي. عندنا تصميم الديفيوزر تصميم رياضي والسيارة بالكامل بالجزء الجانبي. طبعا لاحظ باللون الأسود اللمع كمان بالخلف بشكل جميل. عندنا خطوط موجودة على الجزء الجانبي اللون الأزرق، تحفة وحكاية. نتكلم عن مقاس جنط بالتحديد وتفاصيله بالكامل بهذا الجزء مثل ما نلاحظ 18 إنش على 45 على 225، كاليبرات باللون الأحمر مثل ما نلاحظ بالجزء الأمامي والجزء الخلفي. وهذه السيارة مثل ما ذكرنا طبعا كأنظمة استشعار مثبت السرعة الذكي موجود عليها. عندنا أنظمة استشعار اللي موجودة في الواجهة الأمامية. سعر السيارة نتكلم بالتحديد 100 و 2800، زي ما ذكرنا سعر منافس بين باقي المنافسات. لها عدة منافسات سواء ضمن السيارات الصينية أو ضمن السيارات اليابانية. نتكلم عن القلب النابض محرك السيارة. القلب النابض محرك جيلي بيرفيس 2024. نتكلم بالتحديد عن محرك رباعي الاسطوانات سعة 2000 سي سي أو 2.0 لتر. الأحصنة نتكلم بالتحديد عن 215 حصان، والعزم 325 نيوتن، مرتبط مع ناقل حركة أوتوماتيك. هذا هو المحرك يا سادة يا كرام. لاحظ البطانة الداخلية وهذا هو المحرك مدعوم بشاحن تربيني. طبعا استهلاك البنزين كل لتر بنزين تمشينا بالسيارة كم؟ 18.7 كيلو. التقييم ممتاز بلس، بنزين 95، دفع أمامي 2025، أوتوماتيك 2000 سي سي مثل ما ذكرنا. طبعا سعة خزان وقود، طبعا تانك البنزين من ناحية الراكب سعة خزان وقود نتكلم عن 50 لتر. فرأيكم بإمكانيات جيلي بيرفيس 2025. خلونا الحين نتكلم عن تجهيزاتها الداخلية بشكل سريع، ونبدأ بالمقصورة الخلفية كالعادة يا سادة. ما شاء الله على اللون الداخلي، لون حكاية. النوافذ أغرب تصميم ممكن تشوفه لمقابض الداخلية. طبعا هنا النوافذ كهربائية جلد بشكل كامل مع بيانو بلاك، سماعات مثل ما نلاحظ انفينيتي، وعندنا حاملة أكواب، فتحات تكييف بالخلف،
خلونا ندخل داخل السيارة ونلاحظ بصمة انفينيتي بكل مكان بداخل السيارة. عندنا هنا شاشة تلفزيون، ما هي بشاشة. عندنا منافذ بالأسفل، USB وتايب سي بالأسفل، مع فتحة التكييف، مساحات تخزين خلفية، مراتب بشكل كامل جلد. عندنا مثل ما نلاحظ تشغيل الإطفاء، عندنا هنا المقابض الداخلية، سقف بانوراما، كل هذه التفاصيل موجودة. مثبت لمرتبط الأطفال أو الأيزوفكس أكيد موجود. 5 أحزمة أمان داخل السيارة، وعلى المراتب أكيد في إرباقات وإرباقات جانبية. بشكل عام السيارة داخليتها إرباقات فل. ومن الناحية الثانية مثل ما نلاحظ الباب الثاني، هذه الداخلية بالكامل. طبعا الدخول والخروج بكل بساطة. عندنا التكاية بالوسط بإمكانك ترفعها بهذه الطريقة وتكسب مساحة دخول ومساحة جلوس. وهنا مثل ما نلاحظ تانك البنزين مثل ما ذكرنا، النقطة العمياء، وهذه الداخلية يا سادة يا كرام. النوافذ كلها كهربائية، مرتبة السائق والراكب كلها بحركة كهربائية مثل ما نشوف. عندنا فتحات التكييف جاية بتصميم مخفي. عندنا مساحة تخزين بالأسفل من الإرباقات اللي على المراتب دائما. والحين إذا جينا للناحية الثانية مثل ما نلاحظ هذه السيارة بالكامل ما شاء الله على الداخلية. لاحظ هنا عندنا مرتبة السائق والراكب كله مثل ما ذكرنا بحركة كهربائية. عندنا النوافذ هنا بيانو بلاك والجزء العلوي، وعندنا هنا طبعا التركسون بحركة يدوية. أكيد هنا مساحة تخزين مثل ما نشوف، تركسون مكسب الجلد، نرجع عجلة القيادة للأسفل بهذه الطريقة. نلاحظ تطعيمات كروم، تطعيمات كروم بكل مكان. هنا عندنا درايف مود، وضعيات القيادة، الصوت. عندنا هنا مثل ما نشوف ما شاء الله تكفلها بالكامل. هنا بريك إلكتروني، هنا إنارة بكل بساطة. طبعا أغلب المواصفات موجودة على الشاشة. هنا حفاظ على المسار، خروج من المسار كله موجود، أوامر صوتية، رد على المكالمات كله موجود بهذا الجزء. بدون بيت للنظارة، لكن سقف بانوراما مثل ما ذكرنا، الشماسات فيها مرايات وفيها إنارة بالنسبة للسائق وللراكب مثل ما نلاحظ. ما شاء الله ضمن الأشياء الجميلة على السيارة. وهذه هي السيارة، إضاءات طبعا فل LED. هنا شاشة تدعم جميع الخصائص والأنظمة من أبل كار، أندرويد أوتو، بس ماني بشايف فيها الشاحن اللاسلكي. عندنا هنا مثل ما نشوف درج، وعندنا هنا التكاية، رفعنا التكاية فورمايك بالكامل. عندنا منافذ USB بالأسفل مثل ما نشوف، وهذه كل الخصائص اللي موجودة عليها. هنا شاشة ديجيتال، والرسمة اللي موجودة على الكونسول الوسطي. مثل ما ذكرنا طبعا التكييف، فتحة التكييف جاية بشكل أو بتصميم مخفي. عندنا إطار أو شريط من الكروم ممتد بشكل كامل، والدركسون جاي بشكل رهيب وجميل. رأيكم بتصميم عجلة القيادة؟ وبكذا أتممنا هذه التغطية عن جيلي بريفيس 2024 من صالة الإعلان وكيلها بالمملكة. أتمنى التغطية نالت إعجابكم. لا تنسوا الاشتراك بالقناة ودعمنا بلايك، واكتبوا لنا في خانة التعليقات وش السيارات اللي تبغون نستعرضها لكم بالأيام الجاية، واللي حاب يضيفنا بالسوشيال ميديا تويتر وإنستغرام والفيسبوك، الروابط كلها بخانة الوصف. وأول رابط تلقون تفاصيل السيارة بالكامل. طبعا الاختلافات ما بين الفئات، طبعا عندنا أول شيء اللي هو مثبت السرعة التفاعلي. عندنا برضو الداخلية فيها نقص بالمواصفات، هذه مواصفات السيارة للفول كامل اللي حاب يصور الشاشة. طبعا من ضمن اختلافات تصميم الجنط مختلف. عندنا السماعات انفينيتي، وعندنا برضو اللي هو نوع الجلد
في الجزء الداخلي. هذه أبرز الاختلافات ما بين الفئتين. بكذا أتمنى التغطية، في أمان الله.